شباب، احنا اخر شيء يعني وصلنا له بالمحاضرات، وصلنا اخر شيء حكينا هاي اللي فوق، وصلنا هاي المانيبيوليتر فانكشنز. شو اقصد بالمانيبيوليتر فانكشنز؟ راح نجي اول شيء هذا الاند لاين، شنو هذا؟ شو يعني هذا الاند لاين؟ احد يقدر يجاوبني؟ استاذ ماكو صورة. نهاية خط. نهاية خط دكتور، نهاية خط. شباب بس اكتبوا لي بالشات عندكم صورة لو لا، الصورة والصوت واضحة، بس اكتبوا بالشات. لا استاذ نعم ماكو صورة. الصوت واضحة. صورة هسه ايه هسه ظهرت الصورة دكتور. تمام موجودة صورة استاذ. تمام، فالاند لاين قلنا شنو الفائدة من الاند لاين؟ بداية خط ينزل أو سطر، نهاية سطر وينزل خط ينزل واحد سطر خطأ. أو نهاية أو بداية خط أو نهاية خط، يعني ما عرفت شلون يسموها. تمام، فهي هاي الفكرة من الـ من الـ بس إذا سمحوا لي ثواني أنا أدخل وياكم للميت من التليفون، على مود أخاف واحد يكتب بالشات ما أشوفه، بس ما أعرف راح أفوت بالميت الأول، على الأقل أشوف الصورة والتفاصيل. زين تمام. زين، أخذتوا نظام الهكسا ونظام الأوكتال بال يمكن بالإلكترونيك أو بالكهرباء أو هيش تفاصيل، مو تمام؟ فأنت هنا راح نجي، أنت إذا تريد يعني تحول من نظام الديسيمال الى الهكسا الى الاوكتا. الديسيمال اللي هو الاساس مالته 10، والهكسا اللي اساس مالته 16، والاوكتا اللي هو اساسه هو 8، يعني عباره عن 10 ارقام او 16 رقم او 8 ارقام، هي عباره هي انظمه مال الارقام. تعودت يمكن بالالكترونيك اخذتوه له بالكهرباء هو ديجيتال الكترونيك. مادة الالكترونيك، التحويل بين الانظمة، كنتوا تمشون على فد بروسيجر معين، على فد قوانين معينة، على ما اعرف شنو، هاي ممكن تصير بالسي بلس بلس بكل سهولة. اي رقم تريد تحوله بالسي بلس بلس، تمام، اي رقم تريد تحوله مثلا من الديسيمال الى الهكسا، مجرد ما تضيف يعني قبل الرقم تضيف امر واحد، مثلا للهكسا تضيف اتش اي اكس قبل الرقم، قبل مثلا قيمه الفاليو راح اضيف اتش اي اكس، فهو تلقائيا راح يخرج بنظام هكسا. اضيف او سي تي من مختصر اوكتال، راح يضيف او العفو راح يحول الرقم تلقائيا الى شنو؟ الى اوكتال. اضيف دي اي سي يعني مختصر ديسمال، راح يحول الرقم تلقائيا الى ديسمال. تمام، فهسه هنا يعني كاتب لك برنامج بالسي بلاس بلاس، يعني هو ياخذ اليوز العفو ياخذ المتغير من الكيبورد ويحوله الى نظام عشري، واول وثاني راح ياخذ النظام عشري. تمام، فراح يحوله الى نظام عشري ويحوله الى نظام هكسا ويحوله الى نظام اوكتال. خلينا نشوف يعني ايش سوى هنا. اول شيء اجى عرف متغير من نوع انتجر سماه فاليو، اوكي، سوى سي اوت انتر ذا نمبر، على مود شنو قلنا هاي يعني جايد او في الدليل للي يشتغل على البرنامج انه شو يسوي، احسن ما يطلع على شاشه فارغه ما يعرف شو يسوي، فده يقول له انتر نمبر. بعدين راح اسوي سي ان للفاليو، لان اني الفاليو اريدها انبوت باي يوزر او انبوت فروم كيبورد، فاريد القيمه يعني عن طريق الكيبورد مو قيمه ثابته، فلذلك استخدم اعاز سي ان. فانت وين ما تجي تلقى مثلا تريد ا نمبر، يعني رايت سي بلس بلس بروجرام تريد ا نمبر تو انبوت ا نمبر، هنا راح تضطر تستخدم اعاز سي ان، اوكي. فهنا نسوي سي اوت ديسيمال بيس، فدي يشوف انه دي يحول هذا الرقم الى الديسيمال، واللي هو اصلا بالديسيمال بس هاي اضافه الك. تمام، فاضاف لها انه الديسيمال بيس هو دي اي سي، وبعدين اضاف لها دي سي على تتحول الى ديسيمال، بعدين قيمه الفاليو، بعدين نط اند لاين على مود ينزل سطر. سي اوت ثانيه على مود يحولها للهكسا، هذا الرقم نفسه اللي انا يعني دخلته من الكيبورد راح يحوله وين؟ للهكسا ديسيمال بيس يساوي اتش اي اكس، نضيف قبل الرقم اللي تريد تحوله، بعدين الفاليو راح تسوي له سي اوت، بعدين اند لاين. للاوكتا يعني بيس، فهنا راح سي اوت اوكتا بيس، راح تضيف او سي تي قبل الفاليو تسوي له اند لاين بالاخير.
انت شو راح يفيدك هذا البرنامج؟ يعني مثلا اذا جالك مساله بالالكترونيك انت تريد تتاكد هذا حلك صح لو غلط، فتلجا لهاي الطريقه، تسوي هذا البرنامج الصغير فحلك هاي مشكله صغيرونه. تمام، خلينا نكتب البرنامج وننفذه ونشوف شو يصير. فعاده اني بما انه قاعد استخدم سي ان وسي اوت، فاحتاج استدعي مكتبه معينه. اوكي، قلنا احنا نستدعي المكتبه عن طريق عاز اسمه هاشتاج انكلود. اوكي، شنو اسم المكتبه اللي نستدعيها على مود استخدم عاز السي ان والسي اوت؟ احد يتذكرها؟ اي او ستريم. اي او ستريم دوت اتش. اوكي، بعدين احنا اتفقنا انه هذا الكومبايلر مالتي او هذا البورلاند يحتاج مكتبه ثانيه اللي هي سميناها شنو؟ سميناها سي او ان او شيء انكلود. احنا نعرف نستدعي مكتبه عن طريق عاز انكلود. اوكي، سي او العفو سي او ان اي او دوت اتش. اوكي، بعدين مين هاي المين اتفقنا عليها انه الكومبايلر اول ما يروح ينفذ البرنامج يروح على الداله الرئيسيه، فاني بنكتب له مين، فمعناته انه انت بدي نفذ من هنا. هي هاي الداله الرئيسيه اللي هي اسمها مين بين قوسين فاغه، فمعناته انه ما يعني بعدين راح نشوف انه ما راح ياخذ اي متغيرات او هيك شيء، ما اريد ادوخكم بها حاليا، بس هذا يعني بعدين من ناخذ الفانكشن راح تعرفون شنو الفكره هاي بين قوسين والى اخره. تمام، راح ابدي يعني البرنامج ما يكون ذا ضمن هاي الاقواس مثل ما اتفقنا عليها. اوكي، ضمن هاي الاقواس انا داخل على الاقواس اكتب البرنامج مالتي، عاد ابدي اكتبه. زين، هسه راح اعرف متغير من نوع شنو انتجر، خلينا نسميه فاليو. اوكي، متغير اسمه فاليو من نوع شنو؟ من نوع انتجر. قلنا سي اوت دا اقول له انتر. ايش سي اوت؟ لان انا اريد اظهر فد شيء على الشاشه مالتي. انتر اني نمبر. اوكي، بعدين راح اقول له اند لاين على مود ينزل لي سطر. هاي شغلات رتوش للبرنامج مالتي. راح اقول له سي ان المن للفاليو. اي سي ان للفاليو، بعدين راح اقول له سي اوت. سي اوت انا اقول له ذا ديسيمال. ديسيمال بيس يعني اقصد به البيس مال الديسيمال راح يساوي بالديسيمال قد راح تكون قيمته، وراح اكتب دي اي سي على مود يحول لي وين للديسيمال. بعدين اكتب القيمه اللي انا من جتني من دخلتها من الكيبورد، بالاخير راح اضيف شنو اند لاين. اوكي، بعدين راح اسوي له سي اوت ثانيه، اقول له الهكسا يعني هاي كلها شغلات اضافيه على مود ال الهكسا ديسيمال بيس على مود انا اشوف هذا الرقم اللي انا دخلته ايش قد يساوي بالهكسا، فراح اضيف كلمه اتش اي اكس قبل الفاليو على مود تتحول من الديسيمال الى شنو؟ الى الهكسا. فاليو اند لاين او سي اوت ثالثه، انا اريد اشوف هاي القيمه اللي انا راح ادخلها ايش قد تساوي بشنو؟ بالاوكتال. طبعا هاي انت شنو تريد تضيف ضيف، بس يعني حاول يعني فشي يبين البرنامج مالتك. قلنا اضيف او سي تي قيمه الفاليو، اريد اشوف ايش قد قيمتها بشنو؟ بالاوكتال، واضيف اند لاين اذا مثل تضيف كلها صحيحه. بالاخير قلنا بما انه نشتغل بالبورلاند فاني احتاج يعني هو شغال هسه البرنامج بس ما راح يثبت الا اكتب هذا الامر اللي هو جيت سي اتش واضيف هاي القوسين فار زمن قوطه، وهذا الامر ما يشتغل اذا ما استدعي المكتبه مالتي اللي هي هاي موجوده هنا. اوكي، خلينا نسوي له رن. زين، هسه يقول لك انتر اني نمبر، يقول لك دخل لي اي رقم، يعني خلينا ناخذ فد رقم مثلا ال 15 بالديسيمال ايش قد يساوي ال 15؟ احد يقدر يجاوبني؟ حرف اف 15 بالديسيمال هو 15، بالهكسا راح يكون هو اف، بالاوكتا ما اعرف راح تحسبوه حسابيا وراح يطلع فد رقم. لا تنحسب. اوكي، فنلاحظ هسه هو بالديسيمال هو نفسه 15 وبالهكسا هو طلع اف. تمام،
وبالاوكتال يعني طلع 1 7 و17. اذا عندكم هو فعلا استاذ 17 صحيح. اي اذا تحسبوها ورقه وقلم راح يطلع هذا الرقم. فانت اذا مثلا عندك فد رقم كبير ما بيك حيل تحسبه، فبهذا البرنامج مثلا عندك 154. اذا تريد تحول للهكسا يحتاج لك تقعد تحسب معادلات، فانت هذا برنامج واحد حول لك اياه وشوفك انه شلون يتحول للهكسا وللدسمال والى اخره. واضح شباب؟ زين استاذ الباينري ماكو؟ لا يعني ماكو امر بالباينري. تمام. اي ما اعرف يعني امر مباشر ماكو، بس اكو برامج يعني انت برمجيا تقدر تسوي. تمام؟ اي يعني نطبق العمليات الرياضيه مال التحويلات كامله بالبرنامج. بالضبط، ويصير عندك مجرد ما تعطي رقم بالديسيمال يعطيك اياه بالباينري، وتعطي بالباينري يعطيك اياه بالديسيمال. يعني جيب المعادلات مالتك خليها بالسي بلاس بلاس ويشتغل عندك. انا عفوا استاذ عمر، هذا فقط يتعامل بالنظام المعادلات؟ نعم، بس اكو واحد قال بلا زحمه سؤال ما ادري منه. نعم تفضل. مهند انا ارجع واقول لك انت الكومبايلر اللي تشوفه مناسب، انا ما احكمك باي واحد. انا اذا اشتغل على البورلاند، والبورلاند اتوقع قديم، شو تشوف كومبايلر مناسب انت براحتك، انا ذاكر لكم هاي المعلومه. تمام. اهلا اهلا، ما ادري منو سالني على المعادلات. منو سالني على المعادلات او هيك شيء؟ استاذ بنزح من السؤال بس. نعم. بالخطوه الاولى هاشتاج انكلود، وهذا الثانيه مصر فويد مان قوسين. اثنيناتهم صحيحه، وهاي هم بعدين من ناخذ الفانكشن راح نعرف شنو الفرق بين الفويد مين، وشنو الفرق بين الانتجر مين، والفرق بين المين وحده. اوكي، اثنيناتهم حاليا اثنيناتهم صحيح. تمام. ما عندنا مشكله. تمام. قد تشوفون شباب بالملزمه فويد مين، وانا دا اكتب مين هسه، انا كاتب فويد مين. اثنيناتهم صحيحه، عاد اختصر لكم انا. اوكي استاذ. اوكي تمام. زين هسه واضحه لحد الان هاي؟ بس انا استاذ مثلا منطوق السؤال شو يقول لي استخدم هاي الخطوات هاي الطريقه؟ مثلا رايت سي بلس بلس بروجرام تو كونفيرت فروم ديسيمال تو هكسا، او فروم ديسيمال تو اوكتال، او فروم ديسيمال تو هكسا اند اوكتال، يعني ايش يعني ايش يكون. واضح استاذ واضح. تمام. زين عفوا استاذ، المثال انت تنطينا اياه وننفذ لك اياه، وتريد القيمه من يمنا لو من يمنا احنا نعطيك المثال عليه. هو تقصد هو على الهكسا وعلى الديسيمال؟ يعني انا اذا كتبت لك، انا يعني اذا اجاك قصدك على السؤال شلون يجيك وشنو تفاصيله؟ نعم استاذ. اي مثلا يقول لك انا من اقول لك رايت سي بلس بلس بروجرام تو كونفيرت او فروم ديسيمال تو هكسا. شباب اللي ناس المايك مفتوح مصطفى اللي خليه يسده بلا زحمه عليه. تمام. فمن اقول لك ايش برنامج، انا ما اطلب من عندك ارقام وشلون تحول، انا اريد لك برنامج مثل هذا، اريد هاني هذا البرنامج، ما له علاقه ببقيه التفاصيل. عرفت شلون؟ اوكي استاذ. اوكي اوكي تمام. بعد احد عنده سؤال ننتقل للي بعده. زين هنا ده يحكي لنا، اتذكر بالبدايه حكيت لكم على السلاش تي. هسه مثلا هذا سي اوت او مو سي اوت، جيت قلت انه عندي متغير اسمه اي، متغير ثاني اسمه بي على سبيل المثال. اي نطيته قيمه 200 وبي نطيته قيمه 300. اوكي، راح اسوي له سي اوت المن للاي، وارد اسوي سي اوت للبي، وارد اخلي بيناتهم فراغات، فراح اخلي يعني هاي واخلي فراغات وازد القوس، العفو اخلي بي، وهذا انتهى البرنامج عندي. سويت له سي اوت، برنامج كلش بسيط، جيت عرفت متغيرين واحد اسمه اي واحد بي. اوكي، المتغير الاول اسمه اي نطيته قيمه 200، والمتغير الثاني اسمه بي نطيته قيمه 300، فقلت له سي اوت الاي بعدين فراغات بعدين البي. خلينا نسوي ران ونشوف ايش يطلع لنا.
تمام؟ يعني بكل بساطة سوي سي أوت القيمة الأي اللي هي 200، بعدين هاي الفراغات أنا إيش قد خليت؟ خلى هو هنا فراغات، وبعدين سوي سي أوت قيمة ثانية اسمها البي، أوكي اللي هي 300، تمام؟ زين هسا يعني أنا هنا أردت 100 فراغ، هل من المعقول أقعد أحسب 100 سبيس؟ لا، هنا أكو إعاز قلت لكم عليه ما أدري أو لا، اسمه السلاش تي. السلاش تي هذا يعني يخلي لك معناته 6 فراغات، وين ما تخلي راح يخلي 6 فراغات. يعني سمنا نسوي ران، لاحظ انه اكو 6 فراغات بين ال 200 وال 300، واضح؟ مثلا تريد تخلي 12 فراغ خلي سلاش تي مرتين، اوكي. هسه بنسوي ران راح نلقى اكو 12 فراغ بين ال 200 وال 100، تمام؟ يعني عرفت شنو فكرة السلاش تي دكتور؟ يعني مثلا سو برنامج خال رمز نخلي على قد رمز فقط 6 ارقام، صحيح؟ لا هو يعني هذا بس اعرف انه اكو اعاز يقدر يخلي لك 6 فراغات. شلون يخلي لك 6 فراغات؟ عن طريق سلاش تي، هذا هو هذا الاعاز، اوكي. زين لو نفترض زين اذا قلت سلاش ان، شو يسوي السلاش ان؟ احد يتذكر؟ خط جديد ينزل، ينزل سطر جديد، مو نيو لاين. تلاحظون صارت ال100 وجواها ال200، نفس الفكره بس السلاش تي خلي لك 6 فراغات، اوكي. زين اذا نفترض ردت انت يعني شو نقول 50 فراغ، 50 فراغ مو من مضاعفات الستة، فهنا نستخدم اعاز مثل ما شارح لك اياه هنا. هذا طبعا يعني هنا خلي سلاش تي يشوفك انه اكو 6 فراغات ممكن تصير، تمام؟ هذا البرنامج هسه نفذت لكم اياه. اكو اعاز انت مثلا ردت تخلي 50 فراغ، فال 50 فراغ هو مو من مضاعفات الستة، يعني تقعد تحسب توصل مثلا ل 48 بعدين تضيف فراغين. لا شوي هنا أنا صعبه، اكو طريقه اسهل. اكو اعاز اسمه سيت دبليو، سيت دبليو بين قوسين تخلي عدد الفراغات اللي انت تريدها، اوكي. يعني مثلا سيت دبليو 50 راح يخلي 50 فراغ، سيت دبليو 10 راح يخلي لك 10 فراغات، واضح؟ فهنا أنا يعني مسوي سي اوت للسيت دبليو خال 5 فراغات هنا، وهنا هم خال 5 فراغات، والسيت دبليو هنا 6 فراغات بست فراغات، تمام؟ بس هذا الإعاز ما يشتغل اذا ما تستدعي مكتبه اسمها اي او مان اي بي. هاي المكتبه يعني هذا السيت دبليو ما يشتغل اذا ما تستدعي هاي المكتبه. شلون انا استدعي المكتبه؟ انكلود اي او مان دوت اي بي دوت اتش، تمام؟ مثل ما عرفنا شلون نستدعي مكتبه. خلينا نجرب هذا ونشوف. فراح اجي هنا انا مثلا سي اوت أرد أخلي قبل الـ 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 قبل الـ قبل الـ الـ أي أرد أخلي فد 10 فراغات، أوكي هاي 10، تمام؟ وراح أخلي بينه وبين البي فد 15 فراغ آخر W، وأخلي 15 مثلا، أوكي. راح أسوي لران وأشوف. دي اقول لك وفت خطا، برايكم شنو هو الخطا بالاس دبليو؟ ما مستخدم هذا العلامات فوق تنويم ضمه؟ لا ما بيه تنوين، ما يحتاج تنوين، ما كاتب لك اي تنوين، ما ضايف مكتبه استاذ، ما مستدعي المكتبه، تمام؟ المكتبه اللي حكيت لكم عليها ما مستدعيها، فراح استدعيها، اوكي. انكلود اسمها يمكن ما حافظها بالضبط، اي او مان اي او مان اي بي دوت اتش، تمام؟ هسه بنسوي الاران راح يشتغل، اوكي. فالمفروض هنا ضاف 10 فراغات، وهنا المفروض ضاف فد 15 فراغ، تمام؟ يعني اذا تريد تشوف الفرق مثلا هسه هذا راح اكرر هذا السطر راح اكرره، اوكي. كرر هنا لي جوا، خلي بدل 10 فراغات خلي 11، وخلي هنا 16، اوكي. راح نلاحظ القيمه مزحفه بمقدار قيمه واحده عن الاخرى. ها اسف، هنا شنو ليش صارت ما خالين لاين؟ انا بدي اخلي واحد جوا بالضبط، عشت ايديك لاين، اسوي لران
راح تلاحظ انه هاي القيمه مزحفه عن القيمه اللي فوقها بمقدار واحد، بسبب انه انا خال فراغات، يعني عدد فراغات معينه. اوكي، يعني هناك اللي فوق 10 واللي جوا 11، فالمزحف بمقدار قيمه واحد. واضح؟ اعرف المكتب بس خلينا نشوف، خاف احد يد السؤال. واضح شباب؟ واضح واضح استاذ. شنو نقصد بالمكتبه؟ مصطفى زياره دي يسال دي يقول شنو نقصد بالمكتبه او نستدعي مكتبه؟ مصطفى احنا اتفقنا الاوامر بالسي بلاس بلاس ما تشتغل اذا ما استدعي المكتبه الخاصه بها. اوكي؟ فبعض الاوامر واللي حكيت لكم عليها انه تحتاج مكتبات خاصه. فمثلا يعني السي دبليو يحتاج مكتبه اسمها اي او مان اي بي. مثلا الساين والكوساين والاكسبونيشال اخذناها بديش المحاضره، قلنا نحتاج مكتبه اسمها مات دوت اتش. شلون استدعيها؟ اجي اقول هاشتاج انكلود ماث دوت اتش، تمام؟ يعني هسه انا اقدر استخدم عزل الساين والكوساين، اي لان انا استدعيت المكتبه الخاصه بها. ايش قد ما تقدر تريد تستدعي مكتبات تستدعي، بس يصير تستخدم امر بدون ما مستدعي المكتبه، لا هنا أنا غلط. مثل ما شفنا قبل شويه استخدمنا امر احنا ما مستدعين المكتبه مالته ما قبله. تمام؟ تمام مصطفى واضح؟ تمام تمام اهلا اهلا. زين خلي نرجع لل مالتنا. زين لو نفترض ان انت يعني تريد تملي بدل الفراغات راح تريد تملي فد نقطه معينه، فنفس الاوامر بس هنا تكتب سيت فول وتخلي بين قوسين، يعني داخل مو دبل كوتيشن مارك، داخل سنجل كوتيشن مارك، تخلي الرمز اللي انت تريده وتخلي عادي يعني نفس الاوامر. فانت ايش قد خال مثلا خمسه المفروض يملي لك هنا خمس نجمات، ستة المفروض يملي لك ست نجمات والى اخره. ما اعرف انا يمكن هذا يعني هنا انا اضيفه سيت فول، ولازم كذلك السيت فول تستدعي المكتبه، يعني هي نفسها اللي احنا مستدعيها اللي هي اي او مان اي بي. اوكي مثلا نجمه، اوكي واستدعيها، بس يمكن ما راح يشتغل الكومبايلر الصبح، ما اشتغل عندي ما اعرف ليش ما يطلع النجمات، اكو مشكله بالكومبايلر. تمام، بس هي انه الفكره انت اهم شيء تعرف الفكره. احمد براحتك، انا يعني تريد باي وقت تيجي تروح يعني ما لي عاني. تمام لا مو مشكله احمد، يعني انا اي شخص يريد يغادر انا ما عندي مشكله، براحتكم فري وار فري. اوكي تمام اهلا. فيعني ما اعرف اني البرنامج او الكومبايلر بمشكله صراحه، قلت عود اشيكه وما شيكت اذا اشوف ليش ما يطلع هالنجمات. بس هو المفروض اني من اضيف هذا الست فول، اخذ الفارز المقوطه راح يشتغل يمكن ما يشتغل، اي تمام هذا الفارز المقوطه، من اضيف السيت فول. تمام، فمعناته انا ايش قد اخلي ارقام راح يخلي لي حسب الرمز اللي انا اخليه هنا. مثلا اذا خليت هاشتاج المفروض يطلع لي هاشتاج، بس ما اعرف ليش الكومبايلر ما يطلع هاشتاج او النجمه. بعدين راح اشيك وارد لكم خبر عليه ان شاء الله، اشوف شنو المشكله بالكومبايلر لو وين المشكله بالضبط. تمام، فهي هنا الفكره، بس الفكره اعرف انه انت اذا تريد تملي نجمات او فد اشكال معينه بدل الفراغات بالامكان تسويها عن 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 يعني بواسطه هاي الطريقه. واضح؟ واضح لحد الان شباب؟ واضح واضح استاذ، بس استاذ الاستفسار صغير. نعم تفضل. بس استاذ احنا عندنا مشكله نعاني من عندها، انه كل امر وش نحتاج نستدعيها مكتبه، اكو في الجدول انه فلان امر تحتاج لفلان مكتبه، فلان امر لفلان مكتبه. ومنتظر حتى نقدر نحفظ الاوامر والمكتبات. منتظر احنا لحد الان ماخذين فقط ثلاث مكتبات، اللي هي الاي او ستريم، واللي هي الماث، واللي هي هاي اللي اخذناها اليوم اللي هي الاي او مان اي بي، يمكن اي او مان ما اعرف محافظه بالضبط اسمها، يعني اي او مان اي بي اللي حد الان، يعني ان شاء الله يمكن نستمر نهايه السنه وبس هاي ثلاث مكتبات. يعني قصدك استاذ ماكو بعد مكتبات واحده، يعني تتيح علينا يا مكتبه
فاحنا بس نتابع نهاية السنة. ما اتوقع تمام. ما اتوقع يعني حتى ما اعرف يعني ما اتذكر انه اكو مكتبات لان راح نقوم نتطرق لغير امور. تمام تمام استاذ تمام. يعني هو حقيقه انت ما مطلوب من عندك تحفظ المكتبات والتفاصيل اذا كانت كلش هوايه، بس انا ما اعطيكم يعني حتى بس 3 مكتبات ما عندنا اكثر. واضح استاذ شكرا. اهلا اهلا. نرجع هسه لحد الان ما عندكم سؤال عبر على الخطوه اللي بعدها. استاذ الواجهه مال البرنامج شلون نشغلها؟ يعني هاي الاوبشنات تطلع عندك كلها مشتغله اي مكتبه تريد تستدعيها. يا هي هاي بالبدايه استاذ مثلا وين الفايل؟ فايل بالبدايه استاذ. اي استاذ هسه هاي الواجهه انا عندي ما مشتغله بالحاسبه. ها تروح على فايل نيو تكس اديت راح تفتح لك هاي الواجهه بهذا الشكل. ممنون استاذ شكرا. اهلا. تريد هاي الجوه تطلع لك تروح على فيو مسج راح يطلع لك انه اذا عندك فد مشكله او فد شيء هنا يطلع لك باوع هاي المسج. شكرا أوكي. استاذ فيو مسج والى اخره. تمام انا جاي اتابع وياك على الحاسبه. ممنون استاذ شكرا. ممنون. اهلا اهلا اهلا. هسه نرجع للموضوع. اي تفضل. انت قلت المكتبات مو يعني مو بالضروره تحفظهم، شنو المفروض اني الحفظه وناكد عليه؟ وليد انا اقصد مو بالضروره يعني ان شاء الله بالمستقبل يعني انت كمهندس او كمبرمج، خلينا نقول كمبرمج، يعني ما راح تقعد تحفظ مكتبات. يعني من تريد امر معين راح تسرش عليه بالجوجل وراح تشوف شنو المكتبه ما راح تستدعيها مباشره. قصدي يعني ما مطلوب عندك انه تقعد تحفظها ورقه وقلم، هي مو قصيده هي برمجه، يعني انت تريد تحلك في المشكله. تمام انا هذا اللي اقصد به. واضح وليد؟ يعني اقول لك ان شاء الله بالمستقبل يعني حتى انت يعني هسه انت مرات مثلا تقعد تحل ورقه وقلم بيدك مسائل، ان شاء الله بالمستقبل بعد ما تحتاج ورقه وقلم يعني الحاسبه تكفيك. يعني انا صار لي ما ادري كم سنه او يمكن من دخلت الهندسه لحد الان نادرا ما احسب فد شيء بيدي، يعني الحاسبه موجوده. اوكي لان ما عندك امتحان انت بهذاك الوقت، يعني من تجيك في التاسك معين في مهمه معينه هو مو امتحان لازم انت حافظ معلومات، لا تقدر تسرج تقدر تستعين باي شيء على مود تحل هاي التاسك او تحل هاي المشكله. يعني وصلت الفكره وليد؟ واضح للجميع. تمام زين. هسه شباب في بعض الاحيان من نقسم رقم على اخر، يعني مثلا هو هنا نقسم الخمسة على الثلاثة، الخمسة على الثلاثة عدد الارقام اللي بعد الفارزة نقدر نتحكم بها بالسي بلاس بلاس. تمام شلون نتحكم بها؟ هسه انا اقول لكم. يعني في بعض الاحيان الدقه مطلوبه، فمرات مثلا جزء رقمين بعد الفارزه هو كافي، ومرات تحتاج فد 5 ارقام بعد الفارزه يلا يكفي. اوكي فهنا انت تقدر تتحكم بالارقام اللي بعد الفارزه عن طريق إعاز اسمه سيت بريسيشن. اوكي سيت بريسيشن، سيت بريسيشن هو طبعا ينضم ضمن المكتبه اللي هو الاي او مان دوت اي بي، هم يشتغل اذا ما تستدعي المكتبه. لا انا كاتب لك سيت فول هاي ما لك علاقه بها المفروض ما نحتاجه. ف خلينا نطبق هذا البرنامج ونشوف. جاي معرف 3 متغيرات، المتغير الاول اسمه اي، المتغير الثاني اسمه بي، المتغير الثالث اسمه سي. المتغير اي نطاق قيمه اسمها يعني قيمتها 5، المتغير الثاني نطاق قيمه قيمتها 3، المتغير الثالث اللي هو السي قال لك هو الاي تقسيم البي. اوكي قسمه. تمام فاحنا نعرف الخمسه تقسيم 3 هي 1.666 الى ما لا نهايه من الستات. زين انت تريد كم رقم بعد الفارزه؟ هاي تتحكم عن طريق السيت بريزيشن وتشوف يعني كم رقم تريد. فهنا قال لك سي اوت، فقبلها قال لك سيت بريزيشن 1، انا اريد رقم 1 بعد الفارزه. اوكي هذا الرقم 1 فطلع لي هنا رقم 1 بعد الفارزه. اريد انا 5 ارقام بعد الفارزه، وهاي الخمس ارقام راح يطلع لك هنا 5 ارقام بعد الفارزه. واضح؟ خلينا نطبقه ونشوف هذا البرنامج. طبعا احنا هاي اللي فوق صارت تقريبا عندنا شبه ثابته مال استدعاء المكتبات وما اعرف شنو.
اوكي ارجع واقول لكم ايش قد ما تستدعي مكتبات، ماكو مشكله ما ياثر على البرنامج، بس ما يصير تستخدم امر اذا انت ما مستدعي المكتبه مالتك. فاجا معرف متغير اي وبي وسي، اوكي نطى قيمه للاي قال لك هي تساوي 5، ونطى قيمه للبي قال لك هي تساوي 3، ونطى قيمه للسي اللي هي تساوي لنا الاي تقسيم البي. اوكي قايل له سي اوت، انا اريد قيمه السي، بس قبلها راح اقول له سيت بريسيشن اوكي بين قوسين كم ديجيت اريد بعد الفارزه، اخلي له واحد، راح اقول له انت لاين. لا قيمه السي لازم بالبدايه، راح اقول له شنو ان لاين. بعدين سي اوت ابدا اشوف الفرق، انا اذا اريد اخلي اكثر من رقم بعد الفارز راح اقول له سيت بريسيشن، واخلي بين قوسين كم رقم بعد الفارز، خلينا نقول 5 وللسي، وبعدين اند لاين تريد تضيف او ما تضيف كلها صحيحه. خليني اسوي له ران واشوف. طبعا ما اعرف هم اكو مشكله بهذا الكومبايلر، اشو دي ياخذ ارقام مثلا اخلي له 3 دي ياخذ 2 واحد. نعم ايه قبل انت معرفني فلوت مو يعني مو انا هم ارجع واقول لكم، بس دزوا لي الاخطاء اللي تطلع لكم. نعم ليش يعني شنو تقصد اكو ناتج او هاي؟ يعني احنا يعني هي المفروض الناتج، يعني هو هذا الناتج اللي اذا نطلعه بالشاشه السوداء هو هذا الناتج مالتنا. عندك جزء خطا بالبرنامج. لا دكتور ما جاءت تطلع لنا صوره. نعم. اوكي تمام نفتح مجال النقاش ونشوف شنو اسئلتكم وبيكم خير تدللون. تمام فهنا الصوره واضحه عندكم، مو المفروض واضحه، انا فاتحه بالتليفون دا اشوف كلها طبيعي ما بيها مشكله. عندكم مشكله بالصوره؟ واضحه زين. هنا الكومبايلر ما اعرف يعني ليش داخلي له 2 دي ياخذ 1، داخلي له 6 دي ياخذ 5. الكومبايلرات يعني بعض الاحيان ما تكون متوافقه، يعني انا ابدا اشيك بغير كومبايلر، بكتب البرنامج بغير كومبايلر واشوف وارد لكم خبر ان المشكله بالكومبايلر لو بالبرنامج، يعني هاي وبمال نجمات يعني تظهر عندي مشكله او مشاكل. اوكي راح اقارن وبعدين ارد لكم خبر عليها ماشي. فالفكره انه انت كم رقم بعد الفارزه، فتش تخلي بين قوسين راح يطلع لك كم رقم بعد الفارزه. اذا خليت 6 المفروض يطلع 6، هنا طالع لي 5، فالكل صحيح. بس الفكره انه تعرف كم رقم، يعني فكره السيت بريزيشن ها هي. تمام احد عنده سؤال لحد الان؟ استاذ عيد لنا اياها ما افتهمناها. أنا من واحد ميلاد... أستاذ ما افتهمتها زين. ميلاد هي الفكرة من نقسم أرقام، يعني يطلع مثلا واحد بوينت فد رقم معين كم أرقام بعد الفارزة. تعرف هاي الأرقام بعد الفارزة يعني ممكن تكون 10 أرقام، ممكن تكون 100 رقم، ممكن نقربها إلى رقمين، هاي حسب الدقة اللي أنت تحتاجها. تمام فأنت تقدر تتحكم بهذني الأرقام اللي بعد الفارزة عن طريق إعادة سيت بريزيشن. اوكي يعني سيت بريزيشن تخليه قبل الرقم اللي راح يطلع. اوكي فمثلا اذا خليت 1 فراح يطلع لك رقم 1 بعد الفارزه، اذا خليت 5 راح يطلع لك 5 ارقام بعد الفارزه.
هي هاي الفكرة بس باختصار. اوكي استاذ، واضح؟ اوكي تمام. استاذ. أحد عنده سؤال أو استفسار عن المحاضرة؟ دكتور، بالنسبة للحضور، نعم. نعم. ليش افتراضية؟ نتيجة حقيقية. ليش افتراضية؟ يعني قبل شوية من قلنا هذه الأرقام، يعني مثلا من أني أعطي رقم بالديسيمول، مثلا من تنطي رقم بالديسيمول وتروح على الـ تروح تحوله يدويا، أوكي، وتحوله يدويا للهكسا راح يطلع لك رقم. فبالسي بلاس بلاس انت هم بدك تنطي رقم بالديسيمول ودي يحول لك اياها للهكسا. ليش افتراضيه؟ هاي واقعيه، تمام. اهلا وسهلا. مو هي شباب، هي يعني سي بلاس، يعني هسه احنا من اني هسه مثلا من دا اقلب بين الصفحات، هاي هم اوامر، يعني اوامر جايه من لغات برمجه، يعني مو هيك عشوائيه. من اني افتح فولدر بالحاسب، هاي جاي هم من اوامر، تمام. فيعني هي يعني هاي يعني هم وصلوا لها عن طريق هاي الاساسيات، اوكي. اي طبعا اكيد، واحنا بدنا نصنع برامج بس مصغره، يعني برامج كلش صغار، برنامج يجمع رقمين، برنامج انطي رقم يطلع لي اياه بالهكسا، برنامج ما اعرف شنو، يعني هاي كلها برامج مصغره. بس هذه يعني اللي دي يصير بالبرامج الكبيره جزء، يعني كود من الاف الخطوات، من مئات الالاف، يعني هيك شيء قصدي. عفوا دكتور، يعني هذا فد شيء بسيط بدنا ناخذه بالسي بلس بلس. بس اذا تسمح لي وسام، بس خلي اجاوب على حيدر دي يسالني بالميت الثاني. حيدر شنو تفضلت؟ العفو. حيدر، يعني حيدر دي يسالني على مود جماعه الميت الاول دي يسمعوني، دي يسالني يقول لي هاي الخطوات ثابته مال هاشتاج انكلود والمين وهاي التفاصيل. يعني حيدر، انا صراحه ما اتمنى اجاوبك واقول لك هي ثابته، هي صحيح دا نشوفها احنا بكل برنامج، يعني تقريبا شبه ثابته، بس على الاقل انا شرحت لك اياها، قلت لك انه ترى الهاش تاج انكلود الاي او ستريم اني ما اقدر استخدمه على السي ان والسي اوت، بما ان السي ان والسي اوت دا استخدمها بكل برنامج، فبالتالي ضروري انه استدعي اكتب هاشتاج انكلود اي او ستريم، تمام. يعني هي ثابته صحيح ببرنامجنا، بس اتمنى تاخذها فهم مو حفظ، يعني انا هذا قصدي، تمام. هي صحيح ثابته، انا اقول لك، بس اتمنى تاخذها يعني انه تاخذوها شغله، يعني تفهمها فهم مو حفظ، يعني مو بدون ما اعرف ايش اكتب، انه اكتبها ايش مثل القصيده. اي نعم. ما اهلا وسهلا وسام، ما اعرف شو بدك تسالني وسام صباح. العفو دكتور، من نفس يعني المدخلية مال سي بلاس بلاس ما جاي نفهمها 100%، يعني ما جاي نفهمها. أول شيء لأن الحاسبة ما موجودة، ما أعرف يعني شنو المدخلية، يعني ماذا العمل مال أفهم هاي، شنو المدخلية اللي تقصد؟ عمل مال هاي البرامج داخل الحاسبة، يعني بس هيك شيء. وسام، يعني هم أرجع وأقول لك إنه إحنا هسه بالحاسبة وبالتليفون، خلينا نقول أبسط مثال، بالألعاب، يعني إحنا من دا تسوي أمر، مثلا من دا تضغط هنا دا يصير فلان شيء، من دا تضغط هنا دا يصير فلان شيء، هاي عبارة عن مجموعة أوامر مكتوبة بلغات برمجة، يعني من ضمن هاي لغات البرمجة هي لغة السي بلاس بلاس. وصلت الفكرة؟ نعم دكتور، وصلت. أي يعني قد تكون البرامج ما مكتوبة بالسي بلاس بلاس، بس العفو، قد تكون البرامج ما مكتوبة بالسي بلاس بلاس،
بس يعني ممكن بلغه برمجه ثانيه، بس هي هاي قصدي هاي فوائد لغات البرمجه. عفوا استاذ، هاي الماده اذا مختبر وعملي وانت موجود يانا يعني مو افضل من ما بالميت؟ والله اكيد افضل، بس يعني احنا شو نسوي ظروف البلد وظروف العالم كله يعني. اي صراحه استاذ، لان هسه احنا على الميت ما قاعد الماده ما قاعد كل الطلاب تستوعبها، واذا اريد استوعب فاستوعب من يمها 10% 20% بالزايد. ميلاد تعرف شنو السبب؟ انا يعني هو صحيح انا تتمنى عندكم مختبر ونقعد على الحاسبه ونكتب الكودات ونشوف ايش دي يصير، واريدكم تخطئون وتعرف الخطا مالتك وين عن بعد لا تخطئ. تمام استاذ، هو هذا انا اللي اقصد عليه. تمام، يعني احنا الظروف انت تعرف ظروف مو بس البلد، العالم كله يمر بهذا الظرف، الجائحه والكوفيد 19. بس القصد انه انا ليش اريدك ارجع واقول لكم اسبوع الاخر لازم كلكم متهيئين، على مود انطيكم برنامج وانتظركم تكتبوه ويقول لي فلان استاذ عدي طلع لي فلان خطا ما دا يتنفذ، راح اطب عليه، ها اقول له دز لي البرنامج مالتك او افتح لي سوي لي شير للشاشه مالتك، راح اقول له الخطا مالتك هنا صححها وهكذا. استاذ هاي الراد لك نهار، استاذ هذا يراد لك نهار وليله ويانا، يلا تفضل هاي السالفه. ما عندي مشكله، ابقى وياكم ثلاثة ايام ما عندي مشكله، انا اريدكم تتعلمون. ممنون استاذ، جزاك الله خير. استاذ بلا زحمه، من جاي نكتب هذه النسبه المئويه بالبرنامج جاي يعطينا خطا ما جاي يتنفذ، ما اعرف ليش. اللي هي القسمه وباقي القسمه. شباب هسه يعني قلت لكم دزولي اخطائكم على التليجرام، خلي اقول لكم فلان الخطا هنا وهنا. الماده حسب اتفقت وياكم انه نصبوه على التليفون. استاذ بس ما اعرف التليجرام بلا زحمه. هسه يعني ما نعطيكم تليجرام مالتي، هذا التليجرام مالتي راح اكتب لكم اياه بالشات، اي واحد عنده مشكله يكتب لي عادي. ممكن دكتور صار المحاضره خلصت، ننتظر المحاضره الثانيه تجي بالخمسة. ليش ماكو شوشه موجوده؟ هذا التليجرام مالتي كتبته بالميتات الثنتين، على مود اذا واحد يحتاج شيء راسلني عليه ما عندي مشكله. اوكي شباب ناخذ لنا ريس. عفوا دكتور صورة نعم. الايكونة مع التنصيب هذا البرنامج بالموبايل ما عندنا حاسب صراحة، انا ما اعرف، لان قلت لكم انا ما اشتغل على الموبايل، بس ما ادري منو من الشباب قال انا نزلت على الموبايل. نشرته نشرته استاذ، نشرته استاذ. هذا على سالم. لا لا استاذ على سالم، ما ادري يعني تمام، يعني تعاونوا بيناتكم بخصوص هذا الشيء. شباب ناخذ لنا ريست فد 5 دقائق ونرجع نكمل.